ثم هذا سائل يقول: قال لي الوالد سأكتب لك البيت خوفا من المشاكل، فقلت له ثمن البيت ستحج به أنت والوالدة، واستشرت بعض المشايخ في ذلك فقالوا هو حر فيما يملك، الأختان الاثنان وأولاد أخي المتوفى لم يعلموا بذلك إلا بعد سنة وزعلوا شوية ورجعت الأمور على عادي بعد ذلك، فما حكم هذا البيع وشرائي للبيت؟ إذا كنت شريت البيت بمالك ولم ينقص من قيمة البيت شيء، شريت البيت كما يشتريه غيرك فلا حرج في ذلك. أما إذا كان إنك اشتريت البيت بثمن قليل دون ثمنه الصحيح هذا حيف من والدك، لأن الواجب عليه أن يسوي بين أولاده ولا يخص بعضهم بعطية دون الآخرين، فالواجب التسوية. فإن كان الوالد حي يجب عليه أنه يتوب إلى الله ويسوي بين أولاده العطية ولا يخص بعضهم دون بعض. وإن كان ميتا فأن تدفع لهم بقية قيمة البيت، إذا كان البيت ناقصة قيمته تدفع لهم النقص، إلا إذا سمحوا لك بذلك، إذا سمحوا كلهم بذلك لا بأس بعد وفاة والدهم، أما إذا لم يسمحوا تدفع لهم بقية القيمة. نعم.